أهلا وسهلا فيك. ما في شك أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات مميزة. اليوم نحتفل بمرور 50 عام على تأسيسها. المرحوم القائد المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له أسس هذه العلاقة بيننا على علاقة ثقة، علاقة مشاركة. كان من الأوائل اللي أيدوا مصر حتى في أزمات مصر. هذه العلاقة وهذا التميز استمر تحت رأيت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد الله يرحمه، ويدعمها الآن بقوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة. خلق علاقة مميزة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. استثمارات الإمارات في مصر كبيرة جدا في مختلف القطاعات، سواء على مستوى الحكومي من خلال صناديق الاستثمارات المختلفة أو على مستوى الشركات الخاصة. مصر دولة واعدة، دولة قوية، اقتصادها قوي، دولة تفوق 100 مليون نسمة، وهي أيضا ممكن تكون بوابة الإمارات إلى أفريقيا. إذا أردت أن أتحدث سعادتك عن الصناديق الاستثمارية في عام 2019، صندوق استثماري بقيمة 20 مليار دولار، في مايو 2022 صندوق استثماري أيضا بين الإمارات ومصر والأردن بعشرة مليارات دولار لإنشاء شراكة اقتصادية تكاملية. تواجدكم شركة النويس في مصر أبرز مشاريعكم ولو باختصار؟ تواجدنا في مصر يركز على 3 قطاعات. القطاع الأول هو قطاع الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة. لنا استثمار في مجال السولر واستثمار في مجال طاقة الرياح، وأيضا مؤخرا اتفقنا مع الأخوة في مصر على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. هذه الاستثمارات موجهة إلى السوق المصري، وفيما يخص الهيدروجين موجهة للتصدير للخارج. استثمارات كبيرة، هناك تعاون مع الأخوة في مصر، وإن شاء الله في كوب 27 سوف نعلن عن الإغلاق المالي لهذه المشاريع.